وجهت وزارة الداخلية مأموريات للمستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السن بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الداخلية المجتمعي. حرصا من وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، نظمت الوزارة وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف زيارات إلى عدد من المستشفيات التي يتلقى فيها الأطفال المرضى العلاج وإهدائهم حلوى المولد في بادرة إنسانية تؤكد على الحرص على رفع روحهم المعنوية لمواصلة رحلة الشفاء. فرحانة جدا ان الضباط جم هنا في 57 وفرحونا وادونا حلاوة المولد. ابقى مبسوط قوي بالهدية دي، شكرا يا ريس. زفتها كانت بتكون هدايا، شكرا ليا، شكرا ريس. الضباط ما شاء الله عليهم الشكل اصلا حتى يفرح يعني، وحتى بيدخلوا السعادة على الاطفال، بيحس ان هم مش في مكان علاج يعني. النهارده كانوا موجودين معانا ضباط وزارة الداخلية وزعوا حلويات في المولد على المرضى وعلى اهاليهم، ادخلوا البهجه والسعاده عليهم، ودي حاجه من جديد عليهم. دايما موجودين معانا في كل المناسبات وعلى مر السنين موجودين معانا على طول. طبعا كل ده بيتم بدعم وتوجيه مباشر من سياده الرئيس، اللي كلنا بنشكره انه دايما مش بينسى اي فئه من فئات الشعب، ودايما هم معانا في كل المناسبات. احتفلت الوزارة بهذه المناسبة مع الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام، وتم توزيع حلوى المولد عليهم في تقليد سنوي تحرص عليه، واستمرارا للدعم الذي تقدمه لنزلاء هذه الدور ماديا ومعنويا على مدار العام، ما رسم الفرح والبهجة على وجوههم. كل مناسبة في عيد في أي حاجة لازم بيجوا يزورونا وبيشوفوا الأولاد، وساعات بيصدعونا عندهم في الأكاديمية وفي خروجات خارجية وبيفصحوا الأولاد دايما. دايما سيادة الرئيس حاسس بالشعب وبيعمل لكل مناسبة مبادرة بتغطي للناس اللي هي محدودة الدخل، وده ليهم دعم جامد، والشعب كله حاسس إنه الرئيس حاسس بجميع فئات الشعب. شكرا للرئيس على تفكيرنا وتبعتينا هدايا. بحب الرئيس قوي عشان دايما ساكننا مش ناسينا. شكرا للضباط وشكرا لك يا رئيس، كل سنه وانت طيب يا رئيس، وتحيا مصر تحيا مصر. احتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف امتدت إلى دور رعاية المسنين، حيث تم توزيع حلوى المولد على نزلاء هذه الدور وسط إشادة منهم بالدعم والمساندة الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم، والحرص على الاطمئنان عليهم باستمرار. إذا لقيتوا طيبين، نشكر السيد الرئيس على المبادرة الحلوة اللي هو عملها. النهارده الشرطة جت زارتنا وبتطمن علينا وجابت لنا حلوة المولد، وكل سنة وأنت طيب يا رئيس. تفضل تعمل اللي فاكرنا وربنا معاك. بشكر طبعا وزارة الداخلية على وجودهم معانا في جميع المناسبات، ودي مش أول مرة يكوننا فيها. دايما بيبقى في تواصل وبيبقى فيها اثر ايجابي جدا على المسنين بالدار. مشاركه مجتمعيه موسعه من وزاره الداخليه مع كافه فئات المجتمع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، انطلاقا من تفعيل الدور الانساني والاجتماعي في الاستراتيجيه الامنيه.